ازاي تقدر من خلال الطب الاصيل تقدر تتحكم في الخلايا اللي هي الليمفاويه اللي بتاثر او ليها دور فعال جدا يعني في مرض بتحكم في السرطان. يعني احنا دلوقتي لو فرضنا ان في ورم في مكان ما، الورم ده موجود في مكان صغير كده، الجهاز المناعي منتشر في الجسم كله، صعب ان هو يتجمع في حته صغيره زي كده، فبندي مذيبات تبقى عباره عن زيت بذر الكتان شديد التركيز. هو زيت حار يا استاذ محيي؟ ايوه، بس الزيت الحار اللي بيتاكل ده بيبقى مخفف، يعني بنتكلم على زيت كتان شديد التركيز، بيبقى 99% تركيز، بندهن بيه اذا كان الورم خارجي، وبناخده داخليا اذا كان الورم من جوه. يعني وزيت الزيتون زيت بذر الكتان دوت بيعمل على اذابه الاورام ديت، يعني هو الطب الاصيل بيقول ان انت حسن هضم، قوي هضم، خلي الهضم 10/10، ما تعملش خداع للمعده، بتدي للمعده لبن يبقى لبن، بتدي للمعده مانجا تبقى مانجا، مش حاجه بطعم المانجا. يعني انا في كارثه، يعني بالنسبه للجبنه مثلا، في بعض الشركات المحترمه كاتبه عليها طعم الجبنه الاصلي، وهو يعني هو مش جبنه خالص، هي طعم الجبنه الاصلي، بيتهيأ له ان هي دي الجبنه. شوف الكونتنس بتاعها تلاقي زيوت نباتيه وكده. يعني حضرتك بترجح نرجع للطبيعه ونرجع للحاجه الاورجانيك وما نعملش خداع للمعده. يعني المانجا ناكلها طبيعيه، القوطه كده، اي اكل ناكله في صورته الطبيعيه، ما ناكلوش في صوره معلبه او في صوره صناعيه.